بسم الله الرحمن الرحيم. سجل بالله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا فيديو مقدم نوعا ما، بس فقط كيفية تنزيل برامج مساق الإمبيدد وكيف تطبعها. يعني مش راح شيء، بس كيف ننزل البرامج ونربطهم ببعض، لأنه في طلاب لحد الآن مش قادرين يسجلون أو ينزلون ويربطون ببعض. في رابط أنا حطه بوصف الفيديو، وانا حاطه ناشر بوست على الفيسبوك. فيه فايل سي دي وفيه فايل بروتوكس. طبعا سي دي فيه بروتوكس، بس هذا بروتوكس نسخه ثانيه. بننزل الفايل طبعا جوجل درايف من سياسته، بنزل لك الفايلات مضغوطه، تفك الفايلات واحد واحد. يعني هذا الفايل تكبس عليه، تكبس كليك يمين واكستراكت سي دي، وهذا الفايل بروتوكس كليك يمين واكستراكت بروتوكس 8.1. فاحنا بنفك الضغط على هذول الفايلين، بيطلع عندنا الفايلات تبعون. طبعا عمليه التنزيل عمليه جدا سهله، هسه يعني بنشوف، يعني ان شاء الله انه تكون العمليه واضحه. بنفوت على فايل السي دي. فايل السي دي فيه عدد من البرامج، فيه جيني، في جي بي يو، تي اي ال اس، شو هذا، فيه اشياء ما يعني في عده اشياء غالبا راح نتطرق لبقيتها في الكورس، يعني في بقيه المساق. بس احنا لحد الان اخذنا غير ثلاث برامج، اللي هم الجيني اللي هو الاي دي اي اللي بتكتب عليه الكود، الاكس سي اي الكومبايلر اللي بتشبكه مع الجيني عشان يعطيك عشان يعني يشتغل معك البرنامج، بالاضافه للبروتوس اللي هو ايش، اللي هو اللي بيعمل سيميليشن، بيعمل الرسم. فاحنا بننزلهم واحد واحد. اول شيء خلينا ننزل الاكس سي اي. عمليه تنزيل الاكس سي اي لطيفه جدا. طبعا لاحظوا في ابلكيشن، بالاضافه لفي كان ايش، كان في فايل الايش الكراك. طبعا الدكتور حكى ليش الكراك مهم، لانه الكومبايليشن بيطلع غلط، بيطلع فيه تايم ايرور اذا انه ما عملت الكراك. فاحنا هسه بننزله بعدين نعمل الكراك. خلينا ننزله، بتكبس الابلكيشن بشكل طبيعي يعني، وبتمشي باللي بيطلع معك خطوه خطوه، تقول له نكست نكست، اوكي اجري يعني، وبتظبط العمليه يعني بشكل سريع يعني، حتى ما بدك تضغط. وللعلم ترى يعني حتى اللي ما شاف فيديو داخل الفايلات في فيديوهات لكيف تنزل كل واحد. فاحنا بنكتب هون، يا ننتظر هذا نوعا ما بعلق. تمام، الامبي لاب هذا هو الاكس سي 8، امبي لاب اكس سي 8. نيكست، اي اكسبت، نيكست، install compiler next directory. خلي كل شيء نفس ما هو، ما بنلعبش فيه. كمان next وبيبلش. هسه لازم يعمل ايش، لازم يعمل install. حيطول يعني، ما يعني حياخذ وقت، احنا ما علينا. بس يخلص الانستولينج بدنا نعمل الكراك. فاحنا خلينا نستنى ليخلص وننزل شيء ثاني. خلينا نروح على ايش، على الجيني. تنزيل الجيني لسه اسهل من تنزيل ايش، تنزيل الاكس سي 8، لانه الجيني ما فيه، حتى ما فيه كراك يعني، بس انا بكتب يس 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 وبتمشي. فبكتب بس يس وبكمل على اعدادات الجيني. نيكست، اي اجري، قول له بدي كل شيء. نيكست، قول له المكان اللي بدي اياه، انستول، وخلص انتهيت، نزلت الجيني. يعني بهاي الطريقة حينزل الجيني بكل بساطة. هذا لساته بيشتغل. طيب ماشي. فبس ينزل الجيني نفتحه. وموضوع أسهل من البروتوس أنا ما رضيش ينزل عندي هون كامل، فنزلت النسخة تاعي 8 اللي موجودة في الليمبو. انزلها مش عارف ليش، فرحت نزلتها عن طريق ايش، بروجرام، عن طريق الفايل الثاني اللي كان بالرابط، اللي هو بروتوس 8.1. بروتوس 8.1 فيه هون البرنامج السيت اب، وفيه كراك وسكرين شوت، كراك بيفور وافتر انستولينج. يعني حتلاحظوا كل شيء مسروح. فبنرجع السي دي قبل ما البرامج تنزل، حتلاحظوا في هون خيار اسمه انستليشن فيديو. في
ملف مضغوط للجيمي، ملف مضغوط للبروسس، ملف مضغوط للاكس تي 8، فك وضغط كل واحد بيناتهم، تقدر يشرح لك كيف تنزل كل واحد. يعني لو انه ما انتبهت هاي الطريقه موجوده. طبعا اكيد ما حتقدر تنزل شيء اذا ما كنت فاك ضغط، يعني لازم يكون عندك برنامج من رابع على الجهاز عشان تفك الضغط. نزل الجيني بدي اياه يفتح، شوفه لانه بدنا نعمل شغله. انا بدي اشوف شو صار بالكومبايلر، لسه الكومبايلر بيشتغل او مش اه الكومبايلر بيشتغل، انا كنت فاتح عليه برنامج. طيب نيو بس يحمل بستأنس الفيديو، خليني اوقف الفيديو نوعا ما في طريقة توقيفه. اكتب هذا بوقف على الاخير في طريقة انه مثلا فول تلاقي طريقة. طيب معلش الخبرة تلعب دور، اول مرة بعمل تصوير للشاشة. معناته خلينا نشوف البروت الشغلة معقدة، خليها للاخير لحال. صراحة البروتوس ما جربته بالدار، يعني انا هذول جربته من قبل تنزيلهم بس البروتوس ما جربته، يعني جاي اجازف عليكم. تمام. خلينا نشوف البروتوس. نفوت على البروتوس، في عندنا انستراكشن بيحكي لك انه اول اشي انستول فروم سيت اب، بعدين لا تشغل البرنامج، يوز سكرين شوت عشان تعرف كيف تعمل اكتيفيت للبرنامج للبروتوس. خليني بقول لك انجوي. فانت بتفوت، خلينا نشوف شو السكرين شوت. فانا فتحت السكرين شوت قبل شوي، بيقول لك بيفور او فور بروبلي كرايد فولو ذا كومبليت انستركشن. بيقول لك قبل ما تنزل اي شيء افتح لي على ايش؟ على كلمه بيفور انستليشن بروتوس. فاحنا بنروح على بيفور انستليشن بروتوس اللي هو هون كراك بيفور انستولينج بروتوس. فشو مكتوب؟ الناس هذا الجيني شو مكتوب؟ بيحكي لك انه اضغط على اللايسنس واضغط بروتوس دي اس ام بعدين هيت انستول. فاحنا بنشتغل زي ما بده لايسنس. يعني حتلاحظوا العمليه بالعكس عمليه جدا لطيفه، يعني ما كل شيء واضح. بروتوس هاي بروتوس دي اس ام انستول، بيحكي لك هاي كلياتها، هل هاي الصوره طلعت عند هذا الشرط؟ طلعت من 1 ل 23 ويس، من 1 ل 23 ويس. طلعت عندي هاي الشاشة، شو بتطلع عند الزلمة هذا بعد ما يخلص؟ بتطلع عند نفس الشاشة بقول لك كلوز، بعد كلوز انستول ذا سوفت وير، كاتب بعد كلوز انستول ذا سوفت وير. فأنا من كلوز برجع البروتوس بنزل السوفت وير، هاي السوفت وير الابلكيشن بنزله. يعني أنا بس هسه بس بدي أنزل البرامج وأربطها ببعض، لأن في ناس ما عرفت كيف تربطوا الكومبايلر بالجيني أو بالجيني، فبدي أنزلها ونشوف شو الوضع. بروتوس هاي قاعد بيشتغل سيت اب فور نفس الحالة هاي، بعدها ايش؟ بعدها خلص، يعني اتوقع بعدها الامور طبيعية، سيت اب طبيعي، سيت اب طبيعي، سيت اب طبيعي لحد ما تنزل كل اشي. بس تنزل كل اشي في شغلة بالكراك لازم نسويها. المهم شو صار باخونا هذا؟ لساته بنزل كومبايلر. تمام. طبعا احنا طبعا خلصنا من جيني، قاعدين نستنى او بنشتغل على بروتوس وبنستنى الكومبايلر. فهسه بروتوس بحكي لك ويلكم، بيحكي لك اجري ولا ما مش اجري، بتقول له اي اكسبت. شو الخيار اللي اختاره هون؟ بيحكي لك يوز ا لوكالي انستولد لايسنس كي، فنختار نفس الخيار اللي حكاه هو، تقول له نيكس. بعد نيكست اس فورم، بعد نيكست اس شو بتختار؟ يعني شو اللي بتعلم عليها؟ ولا بتترك، يعني بتشيل كل العلامات، فيش علامات اصلا. كمل نيكست تيبيكال، يعني ما اتوقع بدني شيء اكثر من هيك. تيبيكال وبلش التحميل، بتخلص التحميل كلوز، بعدين نعمل الكراك الثاني. طيب فهي التحميل ما شاء الله كل شيء اسوء من الاكس تي ام، بس يخلص التحميل. والله يعني هذا ما جربتوش من قبل صراحة، تنزيل بروتوس هذا جربته سواء حتى بروتوس بس ينزل بروتوس ما في اشي انه
ما في شيء انه تربطه بشيء، خلص انت بتنزل البروتوس بتطبق عليه، يعني بتحط الديفايسز، بتحط الشيب، البيك، بتحط الليد، بتحط المقاومات، بعدين بتنزل الميكس فايل، يعني فقط بتنزل الميكس فايل على الـ على الـ على الـ على السيميليتر. فا خلينا نشوف هسه، ترى يكون هذا بروتوس بدون اي سي. شوف الثاني البروجرام وين البروتوس؟ لا نفس الشيء تمام. وين صار هذا؟ قرب يخلص وهذا قرب يخلص. فنوعا ما نوعا ما احنا حاليا نحتاج او ضايل لنا متخلص تحميلين، كراك للاكس تي 8 وكراك للبروتوس. يعني في كراكات جاهزه، وين رحت؟ في كراكات جاهزه بنخلصها هسه بس بتوقف عبارة كأنها عن برنامج بتشغله على طول. هاي مكتوب readme، بنفوت على readme. يا رب يكون instruction من جاي. شو بيكون مكتوب؟ بيحكي لك اول اشي انت بتنزل ال compiler in free mode، بعدين بتدور عن فايل xclm executable وبتستبدله بالفايل اللي نزل لك، تبدله بالفايل اللي نزل لك. هذا الفايل وين بتلاقيه؟ بحكي لك بتلاقيه the xclm executable is located in the compiler bin directory. فإحنا من نفوت على compiler bin directory منلاقي ال xclm executable. شو هذا الحكي معناه؟ هسه انسى خواي اللي حامله وحيضبط ان شاء الله، يعني انا دربتها قبل. شو صار عندنا هون؟ البروتوس قرب يخلص، الانسيلاب قرب يخلص. تمام، فهسه وضحت او وضحت ولا ما وضحت؟ خلينا نسكر احنا الجيني بس نخلص كل شيء نفتح الجيني. وضحت الفكره ولا ما وضحت الفكره؟ بتبين هسه بالتجربه. فالكراك تبع الاكس تي 8 بدك تفوت على الويندوز مثلا، حتلاحظوا بس في فايل اسمه اكس تي ال ام. شو بتسوي فيه؟ بتنسخه، بتعمل له كوبي وبتوديه بدل فايل ثاني، بتعمل له ريبليس. هسه بنوصل، هسه بنوصل بس يخلص التحميل. شو بده الاخ؟ تمام. بالنسبه لكراك البروتوس بقول لك بتفوت بس تخلص تحميل البروتوس، يعني هاي ما بحكي لك بس تخلص تحميل البروتوس. لو تلاحظوا نفس الاسلوب، بقول لك اعمل كلون، بعدين بتروح على الكراك وبتسحب ملف البن وملف المودلز. لوين توديهم؟ لعند البن، يعني برضه بملف اسمه البن جوا ايش؟ جوا بروتوس، بتلاقي المكان. بعدين بتعمل ريبليس وبالضبط. فاحنا بدناش نعمل رن، تعمل كلوز، خلص البروتوس، البروتوس خلص تحميله، يعني خلص قبل الاكس تي 8. هاي الاكس تي 8 ان شاء الله يفتح. طب خلينا بما انه خلص البروتوس خلينا نعمل الكراك تبع البروتوس. على البروجرامز انا كنت سايبهم على البروتوس 8. فنفوت على الكراك افتر انستولينج، احنا البيفور انستولينج فتنا، فتنا قبل شوي من اللايسنس. افتر انستولينج بتسحب هذول الاثنين تعملهم كنترول سي، يعني كوبي، او اعملهم كوبي قدامك، يعني ها كوبي تسحبهم لوين؟ لعند سي، لمكان تنزيل البروتوس. خلينا نفتح احنا صفحه جديده لهم على السي، مكان تنزيل بروتوس، بروجرام فايل، اللي هو ايش؟ اللي هو ايش البروتوس؟ وين نلاقيه؟ شو محطوط الصورة؟ استنى شوي، محطوط لاب سنتر الكترونكس، لاب سنتر الكترونكس. نرجع، معلش طيب، فهي لاب سنتر الكترونكس، نفوت عليها، بروتوس بروفيشنال. بالبن ننسخ الفايلين، بالبن بننسخ الفايلين. لاحظوا يعني حتى هون انا متاكد انه يلا كوبي بوت فايل اند بيست انتو انستليشن دايركتوري بروجرام فايل لاب فلتر بروتوس بن، نوديهم على البن. يقول لك
لاحظوا هو مش ناسخ من على البن، ناسخ من على بروتست 8 بروفيشنال مش على البن، حسيت في غلط. تمام، فاحنا بنرجع نرجع وين؟ نرجع هون على البن. لا بدناش البن، هون بدنا ننسخ. ممتاز، كنترول بي. فبحكي لك the destination has four files with the same name، بقول له replace continue. يفترض ثلاث مرات تطلع او اربع، هاي الثالثة وهاي الرابعة. ايه رابعة. المهم نسخناهم كلها، نسخناهم كلها. استنى شوي. بس خلصنا نسخ، خلص فتح البروتوس. فيعني احنا هيك فعلا انتهت عملية الكراك. هسا بنسكر، هل فتح البروتوس؟ خلينا نشوف. خلص اشتغل بشكل طبيعي، ممتاز. فاحنا شغلنا البروتوس، شغلنا الجيني، فايل ايش مشغل الامبي لاب. هاي البروتوس شغال صراحه، ما بعرف كيف اشتغل عليه لسه. حتى ايش بدنا الامبي لاب؟ الامبي لاب خلص السيت اب تبعه، يور كومبايلر انستول. فانت تقول له نكس، في شيء تسويه، فيو از مي فايل مش مهم، اكس. روح لي على ايش؟ على الانستركشن تبعك. لا انا هاي خلص، احنا خلصنا. دونت سيف. الانستركشن تبعك ايش؟ تبعك ال البروجرام تبعت الاكس تي 8. فالاكس تي 8 احنا نزلناه، هسه خلصنا تنزيله، هسه نفوت على كراك. كراك على ويندوز اكس تي ال ام، قلنا بدنا نروح ننسخ الاكس تي ال ام على فايل البن. فبتعمل له كوبي، يعني كوبي، هي انا عملت كنترول سي عملت كوبي. فوت على البروجرام فايل او بروجرام فايل الاكس تي 8 زي شركه مايكروشيب، مايكروشيب هيها اكس تي 8 فيرجن 1.2 فايل البن، بتفوت على فايل البن. جوا فايل البن وين؟ وين الاكس تي ال ام؟ هي الاكس تي ال ام. انت بتيجي تعمل كوبي بيست، بقول لك والله في اكس تي ال ام، بقول له ما عنديش مشكله، اعمل ريبليس. كونتينيو كونتينيو. بس اعمل ريبليس، انت هيك خلصت الكراك. فانت صار عندك بروتوس، صار عندك اكس تي ال ام، صار عندك جيني. لاحظوا الاكس تي ال ام لانه كومبايلر ما مش هتلاقيه هون، احنا بيهمنا الجيني. نفوت على الجيني، نفوت على الجيني شوي، بدي افوت على برضه على شغله اللي هي ديسكتوب بي دي اف امبيدد امبيدد سيستم. تمام، قبل البروجرامز اللي هي اكسبيرمنت زيرو، هي اكسبيرمنت زيرو صراحه بتفيدنا او بتهمنا نوعا ما. هسه انا فتحت ايش؟ فتحت الجيني. لازم ايش؟ لازم اكتب كود، اي كود عليه. خلينا نفتح احنا اي كود. انا كتبت كود من قبل، لا مش كود، كتبت كود من قبل. هذا الكود مثلا open open with جيني، open by جيني، click يمين open with جيني، فتح الكود على الجيني. تمام، هسه لازم نفوت على البيلد، لازم نفوت على البيلد، نكتب set build command. عند set build command بس بنعمل شغله واحده اللي هي هون بهذا المكان، بهذا المكان شغله واحده فقط. هاي اتركها زي ما هي، مكتوبه عندكم كومبايل كومبايل اكس تي 8 ما بتفرق، اتركوها زي ما هي. هذا الشيء لازم تكتبوه، لازم تكتبوه. كيف تكتبوه هذا؟ من وين بتجيبوه؟ بتجيبوه من فايل بي دي اف الصفحه الاولى. بالصفحه الاولى فايل بي دي اف اكسبيرمنت زيرو، تنزل راح تلاقي نفس الكلمه اللي هي اكس تي 8 فراغ شفطتين شيب يساوي 1 8 اف 4 5 2 0 فراغ دبل كوتيشن علامه بالمية اف دبل كوتيشن. تمسكها وتعمل لها كوبي بيست هون، انا عملت لها كوبي بيست بس لانه نفس الشيء ما بين. فبتيك بس اوكي، انت بس هيك عملت، انت يعني بس عملت هذا الاشي، انت هيك خلصت ربط الجيني بالكومبايلر ونزلت ايش؟ نزلت الثلاث فرنت. يعني هيك خلاص، اتوقع هيك شرح التنزيل انتهى. بس ضايل تتعلموا لغه السي، تتعلموا مش لغه السي حتى، الاشياء اللي بتفيدنا او الاشياء اللي بتلزمنا في كل تجربه، في كل تجربه. ويعطيكم الف عافيه، يا رب ما اكون طولت، ما طفت مش كويس يعني، كويس. مع السلامه.